لله صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، صباحكم كده رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وامنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. حلقة جديدة من صباح النور، وحلقة النهاردة السبت 4 نوفمبر 2023. يا رب يكون يوم جايب كل الخير لحضراتكم جميعا. صباح الفل. صباح الفل يا هبة، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. تمام. صباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات الحلوة. يا رب يوم كله يعني يكون فيه أخبار حلوة للي مستني خبر حلو. واربعة نوفمبر الحقيقة يوم مميز جدا. النهاردة عيد الحب المصري، وكمان ذكرى مهمة جدا للكنيسة القبطية، وهي ذكرى القرعة الهيكلية 4 نوفمبر 2012، حينما اختارت يد الله قداسة البابا تودروس الثاني ليجلس على كرسي العظيم ماري مرقس رسول. أنا بشوف أن هو اختيار إلهي 100%، اختيار مفرح، اختيار جميل. كان يوم مفرح جدا جدا جدا، متذكره بكل تفاصيله، متذكر حتى الأيام اللي قبل القرعة الهيكلية بكل تفاصيلها. وأنا في الوقت ده كنت بشتغل مراسل لقناة سي تي في، وكنت موجود وسط الأحداث بحب الحقيقة، وكنت فرحان جدا بحبه الحقيقة. لما قربنا أكتر لقداسة البابا وعرفناه، عرفنا بالأكتر قد إيه الله اختار الإنسان المناسب في الوقت المناسب. بعد العظيم البابا شنودة الثالث كنا كلنا بنسأل مين يجي بعد البابا شنودة، ولكن كانت إرادة الله أن يختار للكنيسة رجل عظيم اسمه البابا تودروس الثاني. شفناه في 2013 وهو واقف زي الأسد وسط مجموعة من عظماء مصر إلى الآن. شفناه في مواقف كتيرة جدا رجل وطني وبامتياز. شفناه وهو بيقود الكنيسة بامتياز. شفناه وهو بينشر الكنيسة في العالم أجمع وبيزور العالم أجمع. قداسة البابا شخصية يحترمها العالم ويقدرها العالم ويعرف عنها كثير العالم، يعني مش بقول كمان على بس المستوى المحلي أو المستوى المصري. لعل حضراتكم تتذكروا من شهرين لما كنا مع قداسة البابا في المجر، لو شفتوا بس لو تابعتوا أو جبتوا من على اليوتيوب قد إيه هم بيقولوا إيه عن قداسة البابا. سيبك من إحنا بنقول إيه، يمكن أنا بحب قداسة البابا حتة زيادة، أو يعني حابب إن أنا أقول على سيدنا كلمتين سيبك من أنا خالص، لكن شوف قد إيه الناس بتقدر وتحترم هذا الرجل العظيم احتراما للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدم مؤسسات العالم من ناحية، ومن ناحية التانية لشخص قداسة البابا وهدوءه واتزانه ورجولته وحكمته وحاجات كتيرة جدا الحقيقة. فأنا حابب أقول لسيدنا كل سنة وقداستك طيب وبألف خير. ربنا يخليك للكنيسة كلها، ربنا يخليك لمصر، ربنا يخليك لكل ولادك اللي بيحبوك في كل مكان في العالم، لأن كل ولاده بيحبوه. فأنت خدت كل الكلام وطاقة الحب. لا أنا إيه. لا طبعا كلنا بنحب سيدنا وكلنا نفسنا نقول له كل الكلام الحلو اللي جوانا، لكن لو فكرنا كده لثواني إزاي ربنا بيختار في كل وقت المناسب للوقت وللعصر فيه، لو فكرنا احتياج الناس في عصر البابا كرولوس وزمن المعجزات، لو فكرنا في عصر التعليم وقت البابا شنودة، لو فكرنا في قد إيه المحن والأزمات اللي عدت علينا وكنا في احتياج بشكل معين لشخصية معينة بكاريزما معينة بصفات معينة للوقت الصعب اللي عدينا بيه في بلدنا بعد رحيل البابا شنودة، وكان اختيار الله وإشارته للبابا تودروس الثاني إن هو اللي يتولى كرسي ماري مرقس وقيادة الكنيسة في الوقت ده، ونشوف رجل وطني من الطراز الأول، بابا وطني مش بس للكنيسة، لكن الكنيسة المصرية هي رمز الوطنية. لما زي ما سحاب بيقول كده أنظار العالم كلها إزاي متجهة لمصر، متجهة للكنيسة المصرية، متجهة للبابا تودروس الثاني، ده مش من فراغ أبدا، لكن للمواقف، للقوة، للحكمة، للصمت في وقت ما يحتاج الصمت، للتصريح والكلام، كل كلمة بمثقال من ذهب زي ما دايما بنسمع كل كلمة من قداسة البابا تودروس. بنقول له كل سنة وقداستك طيب وبألف خير، ربنا يخليك لينا ويخليك للكنيسة
سنين عديدة وأزمنة مديدة. يديمك يا رب على كرسيك عقبال 100 سنة يا سيدنا، كل سنة وقداستك طيب. ودي برضو من المفارقات الغريبة والجميلة، لكن ما فيش حاجة بتيجي صدفة، لكن وكأن ربنا بيحتفل وبيهديه وبيديله رساله حلوه يوم عيد ميلاده يكون هو يوم اختياره او يوم القرعه. كل سنه وقداستك طيب وبالف خير، ويخليك لينا ولكل الكنيسه ولكل ولادك السائمين. هتكلمين عن ايه النهارده؟ انا اكلمك عن ايه؟ انا اتكلمت. ايه؟ لا انت حابه نتكلم عن ايه؟ طب خلاص نطلع فاصل. لا، وانا بس عايزه اقول ان في وسط الضلمه دايما بيبقى فيه حاجات حلوه بتنور. ما بحبش ابدا ان احنا نشوف دايما الصوره قاتمه وصعب، لكن وسط كل الزحمه، وسط الحرب، وسط الصراعات اللي احنا بنشوفها، تشوف كده لمسات من الحب. يعني لما تتفرج وتشوف الاطفال، يمكن انا وسحاق الفتره اللي فاتت بنعمل سبوت على كل المبادرات والمحبه وطلبه المدارس وطلبه الجامعه والانسانيه اللي بنشوفها عند ناس كتير قوي، وهم حاسين بالناس اللي في وسط المعمعه وفي وسط الحرب، واخواتنا في فلسطين وفي غزه، وعايزين نساعد وعايزين نعمل اي حاجه، وعمالين نقول مصر ودورها ولازم يا جماعه يبقى في هدنه ولازم وقف اطلاق النار، والناس دي مالها وذنبها ايه؟ في لمسه انسانيه فيها الحب، كلنا في احتياج للحب، عشان الحب ده شعور جميل جدا. النهارده بنحتفل بعيد الحب المصري يوم 4 نوفمبر، واللي كانت فكرته وبدايته مع الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، وبدأ من عام 74. وكان يمكن احنا كل سنة بنحاول نفكر حضراتكم ونفكر نفسنا بالموقف اللي حصل، لكن دي كانت البداية بتاعة الفكرة، ازاي أنشر وأزرع الحب. الحب بقى نطلع بره نطاق وبين واحد واحدة، واحد ومراته، واحد وحبيبته، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير وأعمق من كده بكتير. ولو ما كانش على النطاق الواسع عمرنا ما هنعرف نحس بيه ونتعامل بيه كأشخاص. يمكن هو نشر الفكرة بتاعته أو السبب اللي خلاه ده على عيد حب مصري بداية من عام 74 لموقف شخصي حصل معاه، وكان ماشي في حي السيدة زينب وشاف جنازة لحد لراجل توفى، كان ماشي في الجنازة بتاعته ثلاثة بس. ليه ماشي في جنازته ثلاثة؟ كانت إيه علاقته بالناس؟ كانت إيه المحبة اللي بينه وبين الناس؟ ليه الناس ما تجاملش بعض وتقف لبعض وبقى بينها علاقات حلوة حتى لو ما كانوش يعرفوا بمجرد بس إنهم جيران؟ وأنا لازم يبقى قريبي ولا صاحبي ولا عشان إن أنا أجامل؟ ده زمان كانوا يقولوا ولاد الحتة، ولاد الحتة الواحدة دول كانوا بيبقوا أكتر حتى من الجيران. فكانت الدعوة الأولى 4 نوفمبر، نفس التاريخ اللي شاف فيه الجنازة دي في السيدة زينب، أن تكون نقطة انطلاق وبداية لإعادة الحسابات واحتفال بعيد الحب، ننشر فيه على مستوى أكبر من مجرد يبقى حب بين الأفراد. أنا مقاطع. مقاطع إيه؟ مقاطع لا، النهاردة أنا بص بقى، أنا لا جاية أقول لك هات وردة خلاص عشان أنا عارفة أنت مقاطع ليه. ولا جاية أقول لك هات وردة ولا هات هدية ولا أي حاجة خالص. لا، إذا كان كده نتكلم بقى. طبعًا. أنا عارفة، أنا عارفة. نتكلم بقى. بالعكس بقى، النهاردة 4 نوفمبر المفروض نشجعه. ليه بقى؟ أول ما شاف النتيجة 4 نوفمبر هيبقى من امبارح هو قال لك أنا جاي مقاطع. لا، أقول لك ليه بقى نشجع النهاردة؟ لأن النهاردة عيد الحب المصري. الله. المفروض نشجع الأجنبي بتاع، سوري، نقاطع الأجنبي بتاع عشان دفع الهدايا والورد والدباديب. لا، مش إحنا بنقاطع المنتجات الأجنبية. نقاطع برضو بتاع فبراير. صح. وخلينا في المصري. صح. عشان بس. احنا دايما هدفنا اسمى، احنا اكبر من اي حاجات فرديه. بس يا باشا، وكان في اعلان زمان بيجي يقول لك المصر ام الاجنبي. النهارده يعني معايا ايه؟ النهارده معايا في ايه؟ في الموضوع يعني الراي هيتفق اهو النهارده لاول مره. ايوه، لا، النهارده يوم كويس طبعا. النهارده يوم كويس. النهارده يوم كويس، احنا عابدين اليوم كويس، هنقعد نقول. انا بشوف ان الحب ده اكبر هديه نقدمها للانسان، يقدمها للانسان. لكن الحب مش كلام، وانا بحب اقول كده، بقول الحب بذل. مش عايز اقول كلام انشا، مش عارف جاي في بالي ان الكلام انشا. قول اللي انت حاسه، بلاش كلام الانشا. لا، مش قصدي، انا مش ببقى قاصد اقول، بس ممكن الناس تفتكر ايه يا عم ده، يعني حافظ كلمتين جاي. تعالى نبسطها، يعني قول اللي في قلبك، يعني بس باللي بنحسه يعني كده بالعام. اقول لك ازاي، يعني انا بحب جدا حتى الناس اللي ما بيعرفوش يقولوا كلام حلو، ولكن جواهم حلو وافعالهم حلوه. بحس ان ده نوع من الحب، لان الحب ده انا بشوف ان هو الـ يعني الباك، يعني الحاجه الكبيره جدا اللي جواها هدايا كتير. عارفه في ساعات واحد يحب خطيبته قوي فيروح جايب لها علبه كده كبيره ويطلع لها ويحط جواها حاجات كتير، يطلع لها جواها هدايا كتير كتير كتير. أي. فالحب ده هي العلبه دي اللي جواها حاجات كتيره جدا، جواها بذل وجواها عطاء. جواها بذل تطلع تلاقي عطاء، تطلع تلاقي كلام حلو، تطلع تلاقي امانه، تلاقي صدق، تلاقي حاجات كتيرة
جدا. فأنا بحس إن الحب هو العلبة دي أو الصندوق ده الجميل اللي جواه كل الحاجات الحلوة، هي الصخرة الحقيقية اللي بتبني عليها العلاقات الحقيقية. أنا بشوف إن الحب ده بنشوفه من الناس حتى من غير ما تتكلم، بنشوفه حتى من الحيوانات من غير ما تتكلم. صح. هو النهاردة لما يكون واحد مربي كلب، هل تصدق إن الكلب ده بيحبه جدا 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 جدا، وهذا الشخص لو توفى ممكن الكلب يموت فيها؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. فقصدي اقول يعني الحب كمان مش محتاج كلام يعبر عنه، يعني اتمنى ما يكونش ده كلام انشا، لكن انا بشوف ان احنا كلنا محتاجين نحب ونتحب، ومش لازم يعني الزوج والزوجه، الخطيب والخطيبه، الحبيب والحبيب، لا كلنا. ابني محتاج حب عشان يطلع شخص سوي، بنتي محتاجه حضن كتير وحب كتير عشان تطلع شخصيه سويه، مراتك محتاجه حضن كبير ومحتاجه حب كبير عشان تطلع يعني تبقى شبعانه، انت محتاج طول الوقت احترام وكلام حلو من مراتك عشان تبقى انت شبعان. ده يعني حتى الحب من وجهه نظر المراه بيختلف عن الرجل، المرأة عايزة طبطبة وعايزة حضن وعايزة كلام وعايزة تسمع وعايزة تشوف وعايزة 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 وعايزة. الراجل عاوز احترام وعاوز دايما تشجيع وعايز دايما يعني كلام يثني عليه، هو ده بالنسبة له الحب. فحتى لغة الحب لكل واحد فينا نتعلمها. يمكن ابني بنتي ممكن تبقى الحب بالنسبة لها ان انا اجيب لها شوكولاتاية واخدها في حضني، يمكن هو ده الحب، فايه المشكلة؟ ما تفهش من فكرتها، بالعكس اوطد لها فكرتها. طيب دي بتحتاج مجهود، ما تحتاج مجهود ان طبعا. احنا نعرف لغه الحب المناسبه للشخص اللي قدامي مش من وجهه نظري. يعني انا ممكن من وجهه نظري انا بقول كلام حلو كتير، او حد من وجهه نظره ساعه على طول بجيب هدايا، على فكره اللي قدامك هو مش محتاج ان انت تجيب له هدايا، مش هي دي الحاجه اللي بتفرحه. يعني هيقول لك شكرا على الهديه، لكن مش هي دي الحاجه اللي هتفرحه. اللي هيفرحه انه نفسه يسمع منك كلمه حلوه. طيب أنا لازم أحترم وأفهم إيه الحاجة اللي بتخليه يحس بالحب. لسه النهاردة الصبح كنت بتكلم مع حد من زماننا في النقطة دي، وبقول إيه اللي يخلي ممكن شخص كبير بالغ يعني، ولما يبقى عارفين واحد لما يبقى حاسس بكبت، شايل 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 وما بيفرغش ده خالص، هو مش لقي حد يفرغ ده معاه، ومرة واحدة حد يحس بيه فيروح واخده في حضنه، اول ما حد يحضنه ينفجر في العياط، يبكي يبكي وكانه عمره ما بكى قبل كده. فاللي هو ليه العياط ده؟ اصله كان مفتقد للحضن، كان نفسه من زمان قوي ان حد يخليه يحط راسه على كتفه ويبكي ويفرغ كل حاجه. صدقوني في اللحظه دي هو مش محتاج يشتكي ولا يبكي يقول كلام ولا يحكي هو زعلان ليه، واللي قدامه او اللي حضنه ده هو مش عايز يسمع منه ولا يقول له مالك، طب تقول لي، ما تصارحني، ما تفتح قلبك، انا مش عايز اتكلم، انا عايز حد يديني الحب ده بانه احتضنني. فكل واحد فينا له لغه بتناسبه للتعبير عن الحب. الشطاره مش ان اعرف بس انا عاوز ايه، لكن ان انا اكتشف من اللي حواليا هم بيحسوا بالحب ازاي. على المستوى يمكن الاكبر شويه، لو هقول لكم الجيران في الشارع او في المنطقه اللي انت ساكن فيها، في العماره النهارده الجيران في البيت واحد وعماره واحده، ما بيعرفوش الشقه اللي جنبك ولا في نفس الدور. لو الدور الواحد في العمارات الكبيره دلوقتي فيه 9 شقق و10 شقق واكتر ساعات من كده، ما يعرفوش بعض. لكن لما يبقى عندك ظرف وتلاقي حد خبط عليك وبيجي يقول لك الف مبروك، بيجي يقول لك الباقي في حياتك، يسمع صوت او مشكله يقول لك طب محتاجين حاجه اقدر اساعد معاك في اي حاجه، ده تعبير عن الحب. بتلاقوا يقولوا الجيران لبعضيها، ده ما بقاش موجود دلوقتي الجيران لبعضيها. ليه ما يترجعش الدنيا كده حتى في المناطق الشعبيه بتاعت زمان اللي هي دي كانت منبع الاصاله والجيره وولاد الحته؟ برضو ده ما بقاش موجود، لكن نفسنا ان هو يرجع. يمكن النهارده دعوتنا للحب عايزينها بشكل مختلف واوسع واكبر. بتشوفوا التعبير عن الحب ازاي؟ وايه اقتراحاتنا وايه افكارنا ازاي ممكن نرجع الحب بالطريقه الحلوه دي لبعض؟ وازاي نفهم لغه الحب اللي تناسب كل واحد فينا او يعبر بيها عن حبه للي قدام؟ استاذه ايمان اهلا بيكي. ايوه صباح الفل. يا صباح الفل، اهلا بحضرتك. طبعا موضوع النهارده فوق رائع، على عيد الحب طبعا. والحب ده طبعا مش كلمه، ده فعل وتصرف، وازاي اتعامل مع الناس وازاي احب الناس، لان طبعا اللي حوالينا واولادنا لو ما لقوش عندنا ده هيجيبوه لاي حته ثانيه. صح. اكيد يعني. صح. واحنا دايما نقول يعني الله محبه، فاللي بيحب ربنا اكيد بيحب كل الناس.
فبمناسبة عيد الحب طبعا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين لان احنا بنحبكم جدا. شكرا. طيب كورنيس غبريال بيحبكم وراسم لكم صورة جميلة قوي وبعتها لكم على الصفحة قبل كده. أيوة. هو امبارح عيد ميلاده والنهارده عيد الحب. عقبال 100 سنة. فأنا بقى عايزة أقول لكم كلمة ان انتم تقولوا له كل سنة وانت طيب. عقبال 100 سنة، كل سنة وبألف خير يا رب. شكرا لمكالمتك وعقبال 100 سنة. مريم صباح الفل. يا أم مريم. أيوة صباح الخير يا أستاذة. صباح الفل عليك. طيبة. وأنت طيبة وبخير يا مريم. بنوتك مريم. ازيك يا أستاذة صحة، كل سنة وأنت طيب. الله يخليك وأنت طيبة وبخير يا رب. أنا الصراحة يعني كان عندي كتير نفسي أخش أصبح. ده أنت تنورينا. معلش قطع بس أنت نورتينا يا مدام مريم و ويعني محبتك فوق راسنا. ام مريم وسلمينا على مريم. هم بينادوها باسم بنتها برضو عادي يعني. عايزه بس اقول لكم انه ممكن واحد مثلا يبقى علاقته باولاده او بمراته او يقول له حد ينصحه يقول له طب يا عم ما تشوف هي بتحب ايه، طب ما تعبر لها، يقول انا مش مخليها عاوزه حاجه، او لاولاده انا مش مخليهم عاوزين حاجه، ده انا بجيب لهم واجيب لهم واجيب لهم. حد يقول له طب مش يمكن مش هي دي الحاجه اللي بتحسسهم بالحب، ما هم محتاجين وقت، طب ما هم محتاجين اهتمام، طب ما هم محتاجين كلمة حلوة مش شرط بالهدايا. والعكس، في واحد ممكن يفضل يقول كلام حلو كتير قوي بس عمره ما افتكر يجيب حاجة ولو حتى صغيرة مش لازم انها تبقى غالية، فيقول طب ما ده عمره ما جاب لي حتى ورد، عمره ما جاب لي مش عارف ايه. فانت اي وقت وفرصة تيجي انك مش لازم بمناسبة، لو دخلت بحاجة صغيرة قد كده قد كده كل فترة وقلت بس كلمة حلوة وانت ما قلتش حاجة واديت الحاجة دي مرة بكلمة مرة بهدية مرة بحاجة حلوة، صدقوني كل واحد فينا بيناسبه حاجة، الحاجة دي بتفرحه بتحسسه باهتمام اللي قدامه وبحبه ليه. يا ريت نكتشف النهاردة ايه الطريقة اللي ممكن تناسب الناس اللي احنا بنحبهم عشان نقول لهم احنا بنحبكم. وان كل واحد فينا يفكر ممكن يجيب ايه، بلاش كل واحد فينا يفكر هو عاوز ايه. صح. يعني بس دي حاجه مهمه يعني حبيت اقولها. وناخد بقى التعليقات الجميله. ابتدي يا استاذه هبه. يلا بينا. من فضلك يعني. لا لا ليه من فضلك، اتفضل. استاذ عزت ابو كلام بيصبح علينا وبيقول كل سنه وسيدنا الغالي قداسه البابا تودروس الثاني بخير وسلام الى منتهى الاعوام سيدنا. استاذ عادل عبد الله بيصبح علينا وكل عام وقداسه البابا تودروس الثاني طيب وبخير. كمان نانا روماني بتصبح علينا بتقول دايما منورين ومتألقين وكل سنة وقداسة البابا طيب وبخير. إيفا رفلة بتصبح علينا كل سنة وطيبين. نبيلة أيوب بتصبح علينا كل سنة وسيدنا بخير. لا مش عارفة أقرأ الاسم لكن كل عيد حب سعيد أهلا بحضرتك. ميرفت مقارنة روز بتقول كل سنة طيبين وربنا ما يفرقش حد من حبايب وربنا يديمكم علينا. شكرا لحضرتك يا رب. استر عبد الوهاب بتقول صباح الخير كل سنة قداسة البابا بخير، ربنا يديم قداسته للكنيسة سنين كتيرة وأزمنة سليمة مديدة، كل سنة وانتم طيبين. إبرام جرجس بيحبكم جدا وصبح عليكم. الحب مش بالكلام لكن بالأعمال وفي وقت الشدة يبان العدو من الحبيب، ربنا معاكم. أستاذ فيكتور موسى بيقول صباح الخير، الحب بالعمل وليس بالكلام فقط، بالتضحية والعطاء والاهتمام والاحتواء. سناء رمزي صباح الخير، الحب هو أني أنسى الأسى من أي حد مع الاحتفاظ بالكرامة. معادلة صعبة محتاجة تدريب وياريت نعرف نعملها. أنسى الأسى ده أن أنا بني آدم محب جوايا أبيض، بس في نفس الوقت مش معنى أني أنسى الأسى روح أفضل أتضرب تاني بنفس الطريقة تاني. الكرامة والاحتفاظ بيها مهمة. حنان مجدي بتقول صباح الخير عليك، ولغة الحب للناس هي التصرفات، يعني مثلا لو حد تعبان بسأل عليه، لو حد عنده مشكلة يحس بيه وما يفضلش يقول له أنت السبب ويقدم كل الحب، وما فيش مانع أنه يسمع من الناس كلام حلو. في ميلاد الحمد لله انا بحب جيراني وجيراني بيحبوني وامانه بنرجع عادات زمان، كل واحد عامل حاجه حلوه بيبعتها للتاني. حلو قوي. امل اندراوز بتصبح علينا، احلى اتنين اسحاء وهبه، اتمنى الحب يغمر كل الناس والعالم كله. شكرا لحضرتك. مرمر بيتر بتقول بتصبح علينا كل سنه وقداسه البابا طيب وبخير الى منتهى الاعوام. الحب اهتمام وتضحيه وتقدير وبذل وعطاء، كل عيد حب وانت حبيبي بيتر ظريف، ربنا يخليكوا لبعض يا رب. ابانوف فايز بيصبح علينا وكل سنه طيبين وكل سنه وقداسه البابا طيب وبخير وبصحه وسلام، وكل سنه امي طيبه واختي عيد حب سعيد عليكم. عماد زكي تبادل الحب مش بالكلام ولكن بالفعل والمواقف اللي تبين الانسان اللي قدامك ازاي يحبك، وانتم مثال حي عن الحب الحقيقي، دايما تناقشوا بعض وده بيدل على المحبه الزياده، هو ان الانسان يفهم
شكرا لحضرتك، اتفضلي يا هبه. بفهمكش قوي بس تمام يعني. مش عارف. هو بيقول ده دليل على الفهم بس انا ما بفهموش قوي بس تمام يعني بجتهد. استاذ عماد فبنقول له طبعا كلامك جميل وكده يعني. ايوه بس ده مش معناه ان احنا بنفهم بعض. طيب استاذ خير بيقول صباح الفل كل سنه وانتم طيبين وقداسه البابا بخير والحب هو عدم ايذاء الاخرين. لو مش بحبك بلاش اذيك وبلاش اوجعك واجرحك. ناديه فارس بتقول صباح الخير كل عيد حب وانتم طيبين كل سنه وسيدنا البابا طيب. الكلمه الحلوه والابتسامه احلى حاجه في عيد الحب. في ميلاد بتقول صباح الخير عليك وصباح الحب الحمد لله. او ده انت قلته. مين كمان احنا معانا تليفون بس مين معانا؟ الو يا مدام ساميه. صباح الخير. يا صباح الفل. طبعا الخير يا استاذ سحاب كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه وانت طيبه وبخير وحشتوني تعيشي وحشتوني كتير. عادي له شهرين كان التلفزيون بايظ فوحشتوني كتير. لا ده احنا لا من التلفزيون احنا نيجي نصلحه وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وقداسه البابا طيب ولا منتهى الاعوام وانا كل سنه وجوزي طيب واهلي طيبين وبمناسبه عيد الحب. امين. وبعيد على بنتي عيد ميلادها 12/11 بقول لها كل سنه وانت طيبه كل سنه وهي طيبه بخير يا رب وانت في احلى حال يا رب ربنا يفرحك بيها يا رب. يا رب يخليك يا مدام هبه وحشتوني وحشتوني وجوزه طيب كان عيد ميلاده برضه الشهر اللي فات كل سنه وهو طيب ما لحقتش اكلمكم. كل سنه وانت بالف خير. شكرا ليكي يا مدام سامي. ناخد تعليقات. يلا. امل ناجح بتعاكس هبه وبتقول لها تسريحتك وفستانك وحاجات كده كتير. امل عشان اقول لها شكرا. مش عارف امل او امال يعني ماشي امال استاذه امل او استاذه امال حبيبتي شايف الكلمه الحلوه شايف الكلمه الحلوه لما في كلمه حلوه اتقالت من الصبح شكرا الحمد شكرا لله. يا عم سمير محروس بيقول صباح الخير بالحب تصبح الدنيا سما حلوه بدون الحب تصبح الحياه أسية واشبه بالغابه. معاك حق. ايمان بشرى بتصبح علينا باجمل ناس كل سنه وقداسه البابا تودروس طيب ونفسي اشوفه واسلم عليه. ان شاء الله تشوفي قداسه البابا وتسلم عليه. مرثا موريس بتصبح علينا وبتقول كل سنه وسيدنا البابا بخير بصبح على اولادي جورج ودميانا وابرقام وازواجهم مارينا ربنا يشفيها يا رب ومينا وايرين عيد حب على كل الاسره وعلى زوج روماني انيس صاحب القلب الكبير. تخيلي واحده بتقول لجوزها صاحب القلب الكبير. ايوه اكيد مش عايزه منه حاجه. لا لا اكيد يعني دي مشاعر ده حب. برافو عليكي صدقيني. صباح الفل. ام شنوده بتقول صباح الورد والفل والياسمين عليك وكل عيد حب وانتم طيبين وبخير وسعاده وربنا ما يحرمنا منكم وربنا يخلي لي زوجي وبقول له كل سنه وانت طيب وبخير وسعاده وربنا يخليه لينا يا رب. مين كمان؟ مارينا بتقول صباح الفل كل سنه وسيدنا بخير وبالف صحه يا رب وكل عيد حب وانتم طيبين وكل حبايبنا معانا يا رب. بحاول اجيب كده التعليقات. طب ناخد استاذ هاني من الجيزه. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك وعيد حب سعيد كده علينا جميعا. شكرا. كل سنه وحضرتك طيب. الله حضرتك طيب. انا بس عايز اقول المحبه الجميله قوي 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 اللي شفتها بصراحه. هما موقفين احكي عليهم. اتفضل. اهلا بيك. اسمعنا من من التليفون استاذنك مش من التلفزيون. حاضر حاضر. كده حضرتك سامعني؟ تمام. سامعك كويس. اتفضل اتكلم. بقول لك انا طبعا كل عيد حب حضرتكم طيبين وانت طيب بخير يا رب. الله يخليك. بص انا هحكي على حاجتين حلوين جدا عاجبني في المحبه اللي مفتقدها من يعني كلنا مفتقدينها حقيقي. اول حاجه انا كان في المدرس الاحد كان بيديني الاناقل وكده زمان فقابلته بعد 10 سنين. عايز اقول لحضرتك ان هو سلم عليا بايده بس حسيت قمه المحبه اللي حرمت منها من الفتره دي كلها. مجرد سلامه بس. دي أول نقطة. تاني نقطة يحضرني في المحبة أبونا بشير كامل. كان يعني أنا شفت إن بنت اتخطفت وكده من ولاده وجري وراها وده المفروض ينزف 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 ومسك في العربية وقال أنا مش هسيب بنتي. كمية المحبة البذلة اللي الراجل ده حقيقي يعني أنا بتعلم منه لحد النهاردة. كل ما أشوف المحبة والأبوة الجامدة قوي فيه أقول يا رب إدينا نعمة ان احنا نحب بعض بالطريقه دي. امين يا رب. متشكر جدا وعيد حب عليكم طيب. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. شكرا.
كل واحد بيبقى جميل ان يبقى عنده رمز او حد بيقتدي بيه، قدوه ليه في المحبه، ازاي بيقدم الحب. بس صدقوني لو فكرنا كده حبه صغيرين قد كده، هتلاقوا الحب بيدي من غير ما يستنى مقابل. الحب عمره ما يسخر من حد ولا يقلل من حد ولا يتريق من حد. الحب عمره ما يشمت، لو اللي قدامك حتى لو كان عدوك، حتى لو كان اذاك، وقع في مشكله. بمناسبه اذاني وعلي، انا اسف ان انا قطعتك يعني. لا اقول ليس من الحب ابدا ولا باي شيء من اللي، عشان احنا ساعتين نخلط الدنيا كده على بعضيها، عارفين زي ما تروح عند راجل تشتري كمون تلاقي حاجه شايفها يخلط كله على بعضه كده في العطار، وانت مش عارف ده بتاع ايه ولا ده بتاع ايه. الحب مش معناه ابدا انك تسيب حقك، الحب مش معناه ابدا ان انت تعيش بدون كرامه، الحب مش معناه ابدا انت تتنازل، الحب مش معناه حاجات كتيره جدا. احنا نحب الناس كلها لكن ليكن حبكم بحكمه، احنا نحب بس بحكمه، صح كده ولا معايا شويه؟ اكيد معاك. لا اتفضلي انا اسف. لا اصل في حد كاتب تعليق بس عايزه اقراه. حنان بتقول صباح الخير حبايبي، حبيب قلبي الغاليين، كان نفسي رسالتي توصل ليكوا، اغلى حب مش الكلام ولا الهدايا لكن بالفعل، والدليل على ان زوجي وبعلن اسمه وجيه سيدهم، وقف جنبي كتير في مرضي اثناء مرضي غسيل الكلى، وكافح معايا حتى زراعه الكلى، ولم اجد حب اكتر الله من هذا. برافو. يعني احنا كمان بنوجه له كل تحيه، هو ده اللي احنا عاوزين نقوله. صحيح. الحب ده ما يخليش الواحد يشوف اللي قدامه عشان شكله حلو بيحبه، او واحده عشان شكلها حلو بيحبها. بحب راجل بس ده ما اسموش حب، عشان معايا فلوس ومعيشني في مستوى مش عارف ايه او فانا اسمي ان ده حب، عشان في طرف بيدي من غير حساب، فلما يتمنع العطاء اللي هو بيديه لاي سبب يبقى انا خلاص ما بقتش بحبه. هنا الحب مقترن بشرط او بسبب، فده عمره ما يبقى حب. الحب بيخليك تشوف اللي قدامك حلو مهما كان، مهما شكله اتغير، مهما الظروف عدت بيه، مهما ما كانش معاه فلوس. الحب لو حصل مشكلة أو ظرف وفاة في شخص، أنت بينك وبينه قضايا ممكن تروح العزة وتعمل الواجب لأنك فصلت. أنت مش بتكره حد لكن أنت ليك حق فبتدور عليه تاخده، وفصلت إنسانيتك عن الحق بتاعك. لا حقي كده كده هاخده، أنا مش هتنازل عنه، لكن الواجب واجب وبرضه هروح أعمله طالما أنا ما أذيتش حد. فالحب المقترن بسبب ده عمره ما يبقى حب. كوثر راجي صباح الحب، انا بالنسبه لي لغه الحب هي اني اسمع كويس واقدم ما يمكنني من مساعده. كل سنه وانت طيب حبيبي. ماجد حليم زوج الغالي، كل سنه وانت اغلى الناس. بارسينيا معانا استاذه ناديه. صباح الخير يا مدام ناديه، اهلا بيكي. صباح الخير. صباح الفل. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين، وكل عيد حب وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا رب وبالف خير. امين يا رب. بصي انا من وجهه نظري الطبطبه من مشاعر الحب اللي ملهاش نهايه. ايوه. اما الاقي حد بيطبطب عليا كده، انا معايا حفيدتي لما بتنزل عندي، احنا قاعدين في بيت واحد، لما بتنزل عندي وتلاقيني زعلانه او احيانا دموعي على خدي كده وتطبطب عليا بكفتها الصغنونه دي، بحس ان انا نسيت كل تعبي. صح، الكف الصغنن ده بيعمل اللي محدش بيعرف يعمله. بالظبط، ببقى فرحانة جدا جدا. وبرضه لو حد من ولادي ودخل ولقاني كده راقدة ولا تعبانة ولا حاجة، أنا أرملة من 21 سنة. ربنا يديك العمر. يا رب يخليكي يا أستاذ إسحاق. أما ألاقي حد بيطبطب عليا كده ببقى فرحانة قوي قوي. يعني أنا مش عايزة هدية، بس لما ألاقي حد يطبطب عليا كده أحسن من 100 هدية. صح، عندك حق. شكرا ليكي. من وجهة نظري بقى مش عارفة. ربنا يفرحك بيها يا رب كده، وبولادك دايما حواليكي ودايما ايديهم تطبطب عليكي، وفرحه والعمر كله ليكي يا رب. شكرا ليكي. تمام، هي دي كانت فقرتنا الاولى النهارده، وان شاء الله معانا فقرات تعجب حضراتكم. لسه معانا يعني لسه فقرات في الحلقه، فاصل ونرجع تاني. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. آية النهاردة من سفر أشعياء الإصحاح 59 عدد 1: ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تسقل أذنيه عن أن تسمع.
النهاردة ربنا بيدينا ثقة جامدة قوي إن ربنا دايما معانا وإن إيده دايما بترعانا وإن هو دايما بيسمعنا. والأمثلة كتير قوي في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد تديك دايما ثقة وتديك دايما إيمان وتديك دايما إن أنت حاسس بإيد ربنا معك دايما في مشاغل العالم، دايما في الأزمات، دايما في المواقف المعينة. من ضعفنا البشري بنحس إن ربنا مش سامعنا أو ما بنحسش إن إيد ربنا معانا، وده بيكون أول طريق للسقوط إنك لو ما حسيتش إن ربنا معاك. النهاردة ربنا بيطمنك كويس قوي، بيقولك إن أنا معاك، إيدي من قديم الأزل إلى الآن بتسند أجيال وأجيال ولسه ما زالت بتسند وحتسند. أيضا أنا بسمع سمعك مهما كان في ملايين في العالم، أنا سمعك أنت لأن صوتك بيوصلني لو أنت بتكلم ربنا بصدق. في العهد القديم ربنا مدينة نينوى كان شرها عظيم جدا، لكن ربنا ما هنش عليه وبعت لها يونان، بدرجة أن يونان قال له يا رب أنا عارف أن أنت رحيم وحتخاف على المدينة ديت، لكن ربنا كان عنده إصرار أن هو المدينة دي تتوب، وفعلا المدينة سمعت وتابت. أيضا في سدوم وسدوم وعمور نلاقي ربنا بيفاصل مع سيدنا إبراهيم، بيقول له الله أنا لو لقيت أشخاص معينين مش حام في المدينة دي ولا هحرقها. يعني ربنا بيحاول دايما معانا إن هو يلتمس لنا العذر، بيحاول دايما يلاقي فينا ولو عدد قليل قوي أو يلاقي فينا شوية فضائل ربنا على طول بيبارك فيها علشان ينمي الفضائل دي. فثق دائما إن ربنا بيسمعك، ربنا عايز يلاقيك دايما قادم إليه وربنا يضمك. يعني مثلا في المثال بتاع الابن الضال ده، المثال كلمة وما زال بعيدا تدل على أن أبو الابن الضال برغم اللي فعله فيه ابنه إنما واقف مستنيه، بيقولك وإذا كان ما زال بعيدا. ما زال بعيدا دي بدأ تدل على إيه؟ على أن الأب قاعد ومنتظر بس ابنه يتحرك. هو ده حال ربنا معانا، ربنا واقف منتظر أن إحنا نتحرك، عينه علينا واقف مستنينا. يا رب ده احنا بنبعد عنك وبنعمل خطية وبننساك، لكن ربنا واقف منتظر. هو ده اللي الآية عايزة تقول لنا عليه النهاردة، ان ربنا واقف منتظر. ربنا لما راح على البير وانتظر المرأة السامرية، ده كان بيقولوا ان كان الدنيا شمس وكان في عز النهار، وكمان ده مش منتظر مين؟ يا رب انت منتظر مين؟ منتظر واحدة خاطئة، واحدة معترفة بخطيتها، ربنا يقول اه منتظرها. طب انت يا رب ده عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لكم إن أنا استحملت كل شيء علشان أنتظر هذه النفس اللي جاية، لأن واثق إن أنا هخرج من هذه النفس بعد أن كانت إنسانة بيتقال عليها أنها خاطئة، هتبقى إنسانة مبشرة. ده هتذهب وهي فرحانة وتقول إيه؟ أنا لقيت إنسان قال لي كل شيء. طب يا رب أنت قد كده واقف مستنينا، تأكد في حياتك وفي صلواتك وفي أعمالك وفي كل شيء ربنا واقف مادت إيده مستني يسندك، إيد ربنا واقفة علشان تخلصك. أيضا ربنا منتظر يسمعك، منتظر يسمع صوتك. أنت بتسمع صوت ربنا ولا الخطية مخليك بعيد عن ربنا؟ مخليك لما تحس باليأس تدور على حلول بشرية ولا تدور ربنا؟ يعني كان في قصة عجيبة قوي إن بيحكوها عن طفلة صغيرة كانت موجودة في محطة القطر ومستنية إنها تركب القطر مع والديها. بصوا لقيوا إنسان كانوا بيرحلوه من مكان لمكان، هو كان مجرم ومعه الحراس، والإنسان ده كان في حالة هياج شديد وكان قوي جدا ومحدش قادر عليه. كل الناس اللي واقفين في المحطة وقفوا خايفين قوي، مش قادرين يقربوا له، خايفين من هيجانه لأن إنسان شرير ومرحل عشان يروح يتسجن. بصوا لقيوا الطفلة الصغيرة دي قربت لهذا الإنسان اللي منبوذ من كل العالم وكل الناس واقفة بعيد عنه خايفة منه. هذه الطفلة تقرب من هذا الشخص وتقول له كلمة في ودنه. بص لقي دموع نزلت وهدي خالص وأصبح إنسان مطيع جدا. والديها خدوها قالوا لها أنت قلتي له إيه؟ قالت لهم أنا قلت له يسوع بيحبك. يسوع بيحبك؟ الكلمة دي فكرت هذا الإنسان اللي رايح يحاكم والناس كلها نبذاه، فكرته أن فيه إله بيحبه علشان كده هدي. أنت في كل وقت تقف قدام مشكلة، في كل وقت تشعر بضعفك أمام العالم، في كل وقت تشعر أن أنت خايف، لا تذكر أن أنت واقف معاك إله بيحبك. لو تذكرت الإله اللي بيحبك اللي فداك بالدم
وتنازل وقبل المهانة عشانك، انت انسان هتعيش عندك امل. فتذكر الايه النهارده ان في ايد بتسند، في ودن بتسمع، بس انت ما تلفتش نظرك عن ربنا، خلي دايما اذنك تسمع صوت ربنا، ناجي ربنا، حس بايد ربنا. النهارده ربنا قادر ان هو يوصل لنا ان احنا في ظهرنا اله قوي واله حنين واله يستطيع ان هو يسندنا في وقت التجربه. والهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.